سيدنا السلام عليكم. أكو بعض بعض العالم يعني طلع أمهاتهم أبوهم، يعني شنو حكم هذا يا سيدنا الغالي؟ طبعا أنتم تدرون قطيعة الرحم حرام. إيه. زين، أشد أنواع قطيعة الرحم هي شنو؟ العقوق للوالدين. صحيح. أشد صحيح. أنواع قطيعة الرحم هاي من يطلع أحد والديه بمنظر غير لائق، أجل لكم الله، كأنما يستهزئ سخرية. أيه. طلبا شنو الرايدة هو؟ طلبا لكسب مشاهدات. أيه. ها؟ عدد مشاهدات يرفع ويزيد وكسب أموال، مو؟ هذا كله من مصاديق العقوق للوالدين. صحيح. يعني شزق عليه هذا من يطلع أبوه. أيه. أو أمه أو ببيته منظر. أيه. غير لائق. أيه. أو يستهزئ أو يسخر من عندهم، هذا شو عاد؟ يعد من مصاديق العقوق للوالدين. صحيح. وهي أشد أنواع قطيعة الرحم. ايه. حيث أمر الله تبارك وتعالى ببرهما، بر الوالدين والإحسان إليهم، آيات كريمة. ايه. أحاديث شريفة عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمة أهل البيت عليهم السلام. قد أكو روايات، مو؟ ايه. نذكر رواية مثلا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. السلام: من نظر إلى أبوي نظر ماقت وهما ظالمان له، هم ظالمين. أيه. ونظرهم نظرة مقت. ميه. ها؟ لم يقبل الله له صلاة، صلاة ما مقبولة. ما مقبولة. والآيات الكريمة. أيه. كثيرة في هذا المضمون. هسه هذا شلون قاعد يطلعهم على مود شنو؟ على مود مجموعة من المشاهدات وكسب الأموال. يعني يتابعونه ومشوفهم العالم. بلي بلي. يعني شنو؟ مو صحيح. أيه. مو صحيح. غلط يا صاحبي. هذا قطيعة وحقوق للوالدين. أيه. أيه.